السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل بارت 2 من شابتر 9 اللي هي سكودرنج الجوريزم فور بيج ريبليسمنت. اديت نبذه مختصره عن البيج فولتس وبيحصل ازاي، وحتى وضحتها كمان في الرسمه اللي في الكتاب. فانت لو دخل على بارت 2 على طول، لا ارجع لبارت 1 عشان اي ليه قال يعني اي ده بيحصل ازاي وكده او ليه. قلت اول حاجه الفيرست ان فيرست اوت في الفيديو الاولاني، وقلت الريست ريسنتر يوزد، فاضل الاوبتيمال الجوريزم ان شاء الله هو اللي دلوقتي. زي ما كنا بنعمل هنكمل اللي كنا بنعمله. بيديني ريفرنس رينج، بيقول لك عندك 3 فريم اللي هي 3 خانات، ممكن هنا تبقى 4، تعمل 4 خانات مش شرط 3. بتعمل قلنا لكل فريم جاست نمبر، يعني هو رقم واحد بس اللي بنضيفه. 7، بعد كده تروح تضيف 7 0، بعد كده تكمل 7 0 1، بعد كده محتاجين واحد تاني. بعد كده هناخد مين؟ جه الاتنين مش موجودة ومفيش مكان فاضي، فهتاخد مين؟ الاوبتيمال الجوريزم بيقول لك تاخد، يعني بيقول لك ده بيتنبأ بالمستقبل. الالجوريزم ده فعليا مش مستخدم في الاوبريتنج سيستم، لان هو معتمد ان هو ايه الطلبات معايا، وده مش وده مش هو اللي بيحصل. اللي بيحصل ان انت الجهاز شغال والطلبات بتيجي وكان انت مش بيبقى معاك الحاجه جاهزه كده. ده بيقول لك بيعتمد على المستقبل، بمعنى بيقول لك ابعد واحد مني من ناحيه اليمين، يعني اللي هو ابعد واحد مني هو ده اللي ايه هو ده اللي هو ده اللي مش هو ده اللي هطلعه وادخل مكانه الاثنين. تعال نشوف، ادي الاثنين اهي، الزيرو قريبه منها فخلاص دي مش هتطلع. الثلاثه مش موجود اصلا، الزيرو مش الزيرو موجود قلنا، دور على الواحد، الواحد اهي والسبعه اهي، السبعه ابعد واحد منه فالسبعه هي اللي هتطلع وتدخل مكانها الاثنين. 2 0 1، هو ده الالجوز ده بيقول لك كده. بعد كده تروح تعمل باكج تاني. بعد كده نوافق موافقين عندي زيرو، الزيرو موجود فخلاص هنروح عند التلاتة، هنعمل نفس الحكاية. التلاتة والله بتاع ده الزيرو قريبة منها فخلاص الزيرو مش هتطلع، الأربعة مش عايزها، الاتنين قريبة منها فخلاص هي من البعيد عنها هو الواحد، فخلاص يبقى هتدخل مكان الواحد، يبقى 2 0 3. ونقف عند التلاتة، الزيرو موجود معايا فخلاص هكمل، الأربعة تدخل مكان مين؟ الاتنين قريبة منها فخلاص الاتنين مش هتطلع، التلاتة قريبة منها خلاص مش هتطلع، الزيرو بعيد عنها بواحد عن التلاتة فالزيرو هو اللي هيطلع. خلي بالك لازم تكون دقيق في الحسابات بتاعتك علشان تحسبها صح. يبقى قلنا هنطلع ايه؟ هنطلع الزيرو وواقفين عند الأربعة. يبقى الاتنين 4 3. بعد كده نقف عند الاثنين، اثنين موجوده معانا فخلاص، الثلاثه موجوده معانا فخلاص، الزيرو عايزين ندخلها، الزيرو هتدخل مكان مين؟ الثلاثه قريبه منها والاثنين قريبه منها ومفيش اربعات، ولا اربعه لو حتى موجوده تبقى ابعد من الاثنين والثلاثه فخلاص يبقى تطلع معانا الاربعه. يبقى 2 0 3. كمل، الثلاثه موجوده معانا، الاثنين موجوده معانا، الواحد عايز تدخل، الواحد تدخل مكان مين؟ الاثنين قريبة منها وزيرو قريب منها خلاص يبقى هتدخل مكان التلاتة. طب ثانية نكمل، قلنا الواحد هيدخل مكان مين؟ هيدخل مكان التلاتة. 2 0 1. بعد كده الاثنين موجودة عندك، الزيرو موجود عندك، الواحد موجود عندك، السبعة هي اللي مش موجودة عندك. خلاص السبعة تدخل مكان مين؟ الزيرو قريب منها والواحد قريب منها يبقى تدخل مكان الاثنين. انت لو لاحظت احنا بنعمل يعني شغال اوبتمايز باللي جاي، فهتلاقي ده احسن حل في البيش فولتس بتاعك. يبقى هتدخل مكان قلنا هتدخل مكان الاثنين، الاثنين الزيرو قريب منها والواحد قريب منها وخلاص كده خلصوا، والاثنين مش موجودة فهتدخل مكان الاثنين 0 1. بس تعالى نعد كده، في كام واحدة كام فريم عملناه؟ قلنا كل فريم بيش فولت. ليه كل فريم بيش فولت؟ انت ضفت واحدة ده بيش فولت، ضفت تانية ضفت واحدة على اللي كان معاك واحدة، يعني ده بيش فولت كده 2، ضفت واحدة تاني كده 3، بعد كده انت بتطلع واحدة وتدخل واحدة في كل فريم فده يعتبر واحد برضه.
واحد، فكده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كده النمبر بتاعك 9، نمبر اوف بيج فولد 9. بس هو ده كل الحكاية في الأوبتيمال ألجوريزم. تعال بسرعة، عايز أتكلم شوية على الباقي. الباقي هو مش مدي عليه أمثلة، يعني بيتكلم فيه حاجة اسمها سكند تشانس ألجوريزم، وفي حاجة اسمها ريفرنس بيت. ريفرنس بيت دي بيقول لك لو في بيج انيشال بزيرو بيخليها واحد، هو ده بس كل اللي بيعمله. في حاجة تانية اسمها سكند تشانس ألجوريزم، بيقول لك برضو لو في بيت بزيرو، سوري، لو في بيت بزيرو ب ب بي ده لا ده سكند تشانس. سكند تشانس بيقول لك لو في ريفرنس بيت بزيرو بيعمل له ريبليس، ولو في واحد بيخليه زيرو ويروح اللي بعده. الرسمة بتاعته فين؟ الرسمة بتاعته اهي، ما اظنش ان دي يعني متهيألي سهل يعني، والرسمة بتاعته سهلة يعني. احنا زي ما انت شايف واحد بيقلبها زيرو، وهنا واحد بيقلبها زيرو، وبينط على فين؟ بينط على اللي بعد الواحد اللي هو زيرو. بس بتهيألي سهل يعني، مش صعب يعني. السكند تشانس ألجوريزم هو مفيش مثال عليه، مفيش مثال عليه، بس هي رسمة. او في حاجة ثانية بيقول لك ده انها اضافة على السكند تشانس ألجوريزم، بيقول لك ضايف بت تاني، موديفاي بت، بيقول لك بت للتعديل وبت لليوز. دي اول واحدة لليوز ودي للتعديل، كده معناها ان هو ولا تعدل ولا يوز، يعني ولا استخدم ولا تعدل فيه. زيرو واحد معناها ان هو مستخدمش بس تعدل فيه، واحد زيرو معناه ان هو استخدم بس ما حدش عدل فيه. هنا واحد واحد ده بيقول لك ده معناه ان هو استخدم وتعدل فيه، وبيقول لك ده ايه، ده شكله ان هو ايه، استخدم تاني. ده بيقول لك احسن واحد ان هو تبريس، اللي هو ولا استخدم ولا تعدل فيه. ده بيقول لك احسن واحد ان هو تبريس، ده بيقول لك اقل شويه، ده اقل شويه، بيقول لك ده ايه، ده هو استخدم تاني، فده اقل خالص يعني. تقريبا بس هو ده كل موضوع على الالجوريزم. بيقول لك في حاجه اسمها كاونت الالجوريزم، بيستخدم حاجه اسمها ليست فريكوينتلي يوزد وموست فريكوينتلي يوزد، اللي أقل واحد للكاونت والأكتر واحد للكاونت. بس تقريبا هم دول يعني. بس هو دي كل الهدايا. نفعنا الله بما تعلمنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزادنا علما إلى علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله.